كريم، ينعاد عليكم بخير. أنا منتصر من السودان، لي 20 سنة في الأردن، وحابة أعرفكم على أكلاتنا السودانية. والأكلة المشهورة هي عندنا في رمضان بالذات هي ملاحة التقلية والعصيدة. وتفضلوا معانا تشوفوها. عندنا التقلية، التقلية دي مشهورة عندنا في السودان، ومكوناتها هي اللحمة مفرومة. أولا إحنا في السودان بنجففها من قبل فترة وبنسحنها، أما هنا لضيق الوقت دي لحمة مفرومة نحن بنجي نعصيها فوق في الطوة بالزيت، وبنقلي بصل لهذه درجة اللون الأشقر، ما بنخليها تحرق كثير، بتكون هذه اللون بصلة. بنسحنها وبنحتاج لهيل، بنحتاج لكزبرة، بنحتاج لقرفة، بابريكا بنحطها عشان اللون شوية يكون فاتح، بنحتاج لكمون، بنحتاج لفلفل أسود، بنحتاج لبندورة بتكون مخلوطة، وده ملح وصلصة البندورة. البامية المسحونة هي الويكة، دي آخر شيء، دي آخر الطبخة، آخر ما نعمل دمعة التقلية بنحط البامية هاي آخر شيء، بنفركها فيها وبتكون خلصت كده الطبخة. العصيدة السودانية بتتكون، هي بتكون طحين عادي أو في عجين بيكون مخمر قبلها بيوم، وبنعمل العجينة، بعد ما العجينة تستوي بنخط فيها الطحين ونخليها تستوي بنحطها في الكور. هذه اللحمة نحنا بنحطها في النار، بنخليها تنشف في النار شوي، يعني بدل اللحمة المفرومة اللي احنا اللحمة الناشفة اللي احنا بنعملها. بنحط البندورة على الزيت اللي قلينا فيه والبصل، ونحط عليه معجون البندورة، ونفرم البصلة وعليها اللحمة المفرومة، ونخليها كلها وعليها البهارات، كل البهارات بنخليها تسبك شوي، نحط لها شوية مي. بعد ذاك آخر شيء بنحط البامية المطحونة. هلا بنحط البندورة، هذا معجون البندورة، نحط حسب كمية اللحمة وحسب كمية البصل، وخطينا عليها معجون البندور على الزيت اللي نحن قلينا فيه البصلة، بنحط اللحمة المفرومة. هلا طحنا البصل وبدنا نديره على اللحمة المفرومة وعلى رب البندورة والصلصة. بنحط عليها ماجي عشان نديه طعم، بكزبرة نحط منها ملعقة، بفلفل أسود نحط منه ملعقة، قرفة ملعقة، هاي البابريكا نحط ملعقة ونص. هاي البامية، دي نهاية الطبخة السودانية التقلية، دي البامية ودي المفراكة. حطينا علبة زبادي، دي العصيدة، وعلبة نفس العلبة بنحط فيها مية، وأربع معالق نشا، وأربع معالق طحين. ملعقة صغيرة ملح، هسي
التقلية جاهزة والعصيدة جاهزة. إن شاء الله بالهنا ليكم ورمضان كريم، وإن شاء الله يا رب يخلص كل الحروب في السودان وفي كل الدول العربية ويصلح الحال يا رب العالمين.